السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال، يا رب تكون الصحة بخير وتكونوا متابعين الفيديوهات وبتذاكروا كويس، وتكون أهم حاجة الاستفادة من سلسلة زي دي تكون حققت المطلوب منها. تعالى نشوف المفروض النهاردة نتكلم على بعض في الجزء الأهم، وبدأنا نخش في الجد خلاص، لأن ابتداء من السيشن الجاي إن شاء الله هنبدأ نطبق أجزاء عملي، هنبدأ نشوف الكونفيجريشن بتتم إزاي، هنبدأ نعمل أبلاي وعملية كونفيجرينج ولابينج لكل الأجزاء اللي إحنا أخدناها قبل كده. بالنسبة اللي هنتكلم عنه الفيديو ده مش جديد بالمرة، يعني المفروض إنك تكون عارف حاجة زي كده. مش بتكلم على ديتيلز، بعمل ريفيو سريع بس. أو اللي هنتكلم عنه النهاردة هو أي بي، أوكي دي كنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. هنتكلم النهاردة عن الجزء التاني، كلمة راوتينج، هنعرف يعني ايه جزئية راوتينج وايه هي الميثودولوجي بتاعتها، وبعد كده نعرف يعني ايه كلمة فوروردينج، وبعد كده نجمع الكلمتين بايه ببعض، يعني ايه خلاص احنا فهمنا الاي بي وان احنا بنتكلم بلغة الاي بي، يعني ما بنتكلمش ابل توك او نوفل او اي بي اكس او وات ايفر، بنتكلم الاي بي مع هنعمل ازاي راوتينج ان احنا نراوت الداتا فروم بوينت اي تو بوينت بي، بيبقى في ترانزيت باث في النص، وبعد كده نعرف ازاي نعمل فوروردينج وفي ايه هي الطرق اللي ممكن اعمل بيها فوروردينج مع الراوتينج ومن غير الراوتينج. تعال نشوف مع بعض كده. طبعا زي احنا عارفين ان احنا كل مره هنفكرك بصوره زي دي، ان احنا ستيل موجودين فين؟ في بلوك نمبر 1 او بارت نمبر 1، احنا شغالين على جزء اي بي راوتينج، بنبني حاجه فوق حاجه، فانت تركز وتكون ايه مش ناسي احنا ايه الهدف من البلان بتاعتنا دي، واحنا في الجزء الصغير من البلان ديت جوه اي بي في 4 راوتينج. اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله هو اول جزئيه خاصه بالمالتي لاير سويتشنج او ما يسمى بي ام ال اس، بس هو ممكن يكون الاجنده انا كاتبها كده عشان ما تتلخبطش بترتيب الكتاب، لكن انا يعني هقلب الموضوع شويه بس قبل ما اتكلم عن المالتي لاير سويتشنج، وحابب اشرح النورمال راوتنج الاول. جزئيه يعني ايه نورمال راوتنج؟ ان احنا لو جينا عايزين نفولو سيكونس ان الراوتر موجود هنا اهوت، ونفس المثال بتاعنا الصغير اللي عندي اي بي 10 0 0 1 بيكلم على في راوتر خلاص وعايز يفورورد لبي سي اكس، تمام؟ يبقى انا مفترض ان هو ليكن اي بي 192 168 دوت اي دوت 1 دوت 1، مفترض ان البي سي ده كاريت الباكت وحط فوقيها الهيدر السورس اي بي بتاعها 10 0 0 1 والديستنيشن 192، اوكي؟ انا بتتبع معايا السيكونس لان ده مهم قوي. البي سي بدا يبعت الكلام ده لمين؟ للجيت واي. طبعا هو جاب، عرفنا المعلومات دي من المره اللي فاتت، هو جاب الماك ادرس بتاع الجيت واي ثرو الارب ريكويست، والارب ريبلاي رجع محمل بالماك ادرس، فالمهم الداتا وصلت للراوتر على وليكن فاست ايثرنت 0 على 0. اوكي الراوتر اول حاجه بيبص عليها بيبص على ايه؟ في الريسيفنج، انا بتكلم انت بص على الريسيفنج، لسه الداتا هتخش من ايه؟ فاست ايثرنت 0 على 0، دخلت في الانبوت هنا. اول حاجه بيبص عليها الراوتر بيبص على الاف سي اس اللي بيتكريت في لاير 2 في مرحله الانكابسوليشن. إيه لو تفتكر ام سي سي ان ايه لما كنا بنتكلم على الداتا انكابسوليشن كانت بتنزل من لاير 7 تو لاير 1، مظبوط كده، بتبدا بابلكيشن وكده تبدا تنزل تحت. في لاير 2 قبل ما يبدا يبعت في الفيزيكال لاير على طول ويبدا يبعت الداتا في السلك مثلا او في الميديوم اللي هيبعت عليه، كان بيحط حاجه بعد الماك ادرس كان اسمها اف سي اس فريم شيك سيكونس، وهو ان في اخطاء في الفريم ده ولا لا. فاول حاجه بيبص عليها الراجل ده هل فيها ايرورز ولا لا، لو فيها ايرورز على طول الراجل بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يعمل ديسكاردنج اوتوماتيك للداتا دي. وانس ان الاف سي اس ده ان الفاليو بتاعتها زيرو يبدا يكمل على طول عمليه ايه؟ الداتا دي انكابسوليشن. خلاص بعد ما بيطلع يشوف لقى السورس ماك، هو عارف ان هو السورس ماك الراجل ده، بالتاكيد الراوتر بيلاقي نفسه از ديستنيشن ماك، فبالتالي الداتا دي جايه لي انا مش جايه لحد تاني، يبدا يطلع لاير فوق وهي لاير 3، ودي اللي احنا اللاير اللي احنا كونسرند بيها النهارده، انه خلاص هو عارف السورس اي بي ادرس، يبدا يبص على ال 32 بت الموجودين في خانه الديستنيشن. بيبقى مكتوب فيها 192 168 دوت 1 دوت 1، بيبدا الراوتر يبدا يعمل ايه؟ يبدا يعمل حاجه اسمها راوتر لوك اب او راوتنج تيبل لوك اب، يبدا يماتش، يعني يبدا اول حاجه يكسكلود ماشي او يستنتج النتورك اي دي بتاع مين؟ الشبكه دي. ما هو انا كاتب في خانه الديستنيشن هنا 192 168 دوت 1 دوت 1، اوكي؟ يبدا يشوف انهي معلومه في الراوتنج تيبل عنده هنا بتقول ان شبكه 192 موجوده.
طبعا المعلومه دي هتكون موجوده عندي في الراوتنج تيبل دي يوتيوب. ايه كنت عامل ستاتيك روتنج من هنا كده او عاملينها دايناميك، والراجل ده عمل ليها ادفرتايز. وات ايفر ايا كان الكونسبت اللي احنا بنتكلم عنه، هيبدا يبص على المعلومه دي. اذا خلاص عمل ماتش للنتورك، ان النتورك 192 اهي بالماسك كذا، اعرفها على فاست ايثرنت وليكن 0 على 1، ده الاوت جوينج انترفيس. كاتب فيا مين بقى؟ فيا النكست هوب اي بي ادرس، يبقى هي كاتب اي بي الانترفيس دون. ده المعلومه المكتوبه فين؟ في الراوتنج تيبل. طيب خلاص اوكي، هو لقى المعلومه دي، يبدا يعمل ايه؟ يروح يبص على فيا دي. خلاص هو خلاص هو عارف انه هيخرج من فاست ايثرنت 0 على 1، يبص النكست هوب مين؟ النكست هوب وليكن كان الاي بي اللي هنا 30003 مثلا. اوكي يبقى انا من المفترض دلوقتي ان الراوتر ده هيبدا يعمل ري رايت مره ثانيه للجزء، لبعض الهيدرز المكتوبه فين؟ من الهيدر الاولاني، لان الديتا وهي خارجه من 0 على 1 هيبقى السورس ماك ادرس هو البورت دون، والديستنيشن ماك ادرس هيكون الماك ادرس بتاع النكست هوب راوتر. طب هل راوتر واحد معاه النكست هوب ماك ادرس بتاع الراجل ده؟ لا. فبالتالي هيبدا الراوتر يعمل ايه؟ يبعت ار بريكويست للنكست هوب، يقول له ايه؟ يلا اي بي هاك 30003، انا محتاج الماك ادرس بتاعك. يرجع ار بريبلاي جوه الماك ادرس، يبدا الراوتر ده يستخدمه في انه يبدا يعمل ري رايت لجزء اللاير 2 هيدر، يبدا يغير كمان في التريلر بتاع الهيدر، ويبدا كمان ينقص التي تي ال اللي كانت جايه، ينقصها كام؟ ينقصها واحد، مظبوط كده؟ يبقى ده الجزء اللي هيعمله اثناء ما بيعمل ايه؟ راوتنج. خلاص هو قرر انه هيعمل الحاجات دي كلها، ظبطها وكيش الكلام ده في الارب تيبل بتاعه، كل المعلومات كامله. يبدا يبعت اوردر للاوتبوت انترفيس ويحطها في الكيو لو كان، عشان يبدا ايه الانترفيس يسير عليه. خلاص يبقى دي السيكونس بتاعتي ان انا يحصل ايه؟ نورمال راوتنج. كل يعني كل الباكتس اللي هتيجي من هنا خلاص على الانترفيس ده هيحصل عليها نفس القصه، تمام؟ انه هيبدا يعمل لوك اب في الراوتنج تيبل، يبص الاول في الانبوت، يبدا يبص على خانه الديستنيشن ويجيب المعلومات ويكيش الكلام ده، ويعمل ري رايت للهيدر والكلام ده. طبعا هتقولي هو مش كل مره هيبعت ار بريكوست يجيب مين؟ يجيب اللي بعده ده. انما هو لو انا بعت وبعد شويه مثلا فضلنا قاعدين شويه ما نبعتش، هولد داون يعني ايجنج تايم، هو اوريدي كونفيجرد على الراوتر ايا كان التايمر الموجود، هو باي ديفولت 4 ساعات. الارب ده بيتعمل له فلاش، فبالتالي لو الارب تيبل اللي موجود هنا اللي فيه الماك ادرس بتاع 30003 اتعمل له فلاش، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يستخدم ارب ريكويست مره تانيه. ايه هي الريسورسز اللي استخدمناها في عمليه زي دي او في البروسيس اللي تمت دي؟ ما نسميه بروت بروسيسور. خلاص ده انجن او اعتبره ان هو بروسيسور موجود على المذر بورد، هو المسؤول عن العمليات اللي انت ايه شفتها دي. هو مسؤول انه يبدا يعمل الكلام ده كله، كل باكيت تعدي من خلاله، ايفن ان هي من نفس السورس راح لنفس الديستنيشن. ركز في كلامي قوي، يعني السورس بنتكلم عنه ان هو 10.0.0.1، كل مره رايح لواحد 9.2 بعت له مليون باكيت، الراوتر ده هيعمل نفس البيهيفير ونفس السايكل السيكونس اللي حصل ده، هيعمله مليون مره. خلاص طبعا لو السورس اتغير او الديستنيشن اتغير برده ما فرقناش حاجه، احنا اتفقنا ان هو اسكان بيحصل مع نفس الباكتس، فهيبدا يحصل ايه مع الباكتس اللي هي راحه لديستنيشنز ثانيه من الاول وجديد. طيب ده بالنسبه لعمليه ايه الراوتنج اللي احنا عارفينها عادي، ماليش دعوه دلوقتي هو الراوتنج تم هنا بناء يعني المعلومه اللي اتوجدت في الراوتنج تيبل اللي احنا كنا بنشاور عليها ديت بناء على ستاتيك او دايناميك، انا ما يخصنيش الجزئيه دي، انما يهمني جدا انك تكون عارف ان لو عندي اكتر من ماتشنج، ركز قوي في الموضوع ده، للنتورك دي، يعني وليكن انا عندي راوتر كده، عندي مسار من هنا ومسار من هنا ومسار من هنا، التلاتة جايين بس بديفرنت ماسك، يعني مثلا اوكي هو جاي من هنا بصوره كذا، وهنا يعني الراوتر عندي ثلاث معلومات موجودين في الراوتنج تيبل او ثلاثه بيماتشوا النتورك دي، وليكن على سبيل المثال احنا رايحين ل 192 صح؟ يعني انا عندي 192 دوت صفر دوت صفر دوت صفر سلاش 8، ده ابديت او ده معلومه عندي في الراوتنج تيبل، بخرج من 0 على 0، ماليش دعوه المعلومه دي جايه بستاتيك ولا بدايناميك، انا مش دي قصتي دلوقتي. وعندي معلومه ثانيه بتقول 192 168 دوت 0 دوت 0 سلاش 16، دي بتقول ان انا ممكن اخرج من اللي قال لي المعلومه ديت 0 على 1، او انا استلمتها على 0 على 1. وعندي 192 168 سوري على الكتابه السيئه دوت 1 دوت 0 سلاش 24، خلاص بخرج من 0 على 3
او 0 على 2، وعندي معلومه رابعه بتقول 192 and so on. بص دوت 168 دوت 1 دوت 32 32 سلاش 28 بتقول ان انا اخرج من 0 على 3. لو تركز ان الراوتر اللي هو راوتر واحد ده عنده المعلومات دي كلها في الراوتنج تيبل، بغض النظر ايه هو الراوتنج بروتوكول المستخدم ان المعلومات دي تبقى موجوده. لو انا جيت عملت بنج من هنا على 10.0.0 من 10.0.0.1 رايح ل 192.168.1.1، انهي معلومه من دول توديني؟ ده سؤال مهم جدا. افتكر ان قواعد الراوتنج تيبل بتقول ان افضل مسار بيتم اختيار اول حاجه على اللونجست ماتش. اللونجست ماتش يعني هو اول حاجه على البيست ماتش. البيست ماتش او بيرفكت ماتش يعني هو شبكه ماتشيني، فهو ده ممكن يعمل ماتش وده ممكن يعمل ماتش وده ماتش وده ماتش وده ماتش، صح؟ كلهم بيودوا لايه؟ ل 192. تمام. ففي الحاله دي انا هختار مين؟ فهختار اللونجست ماتش، اطول سبنت ماسك 8 16 24 28. انا هبدا اروح على مين؟ على الراجل ده. يبقى في حاله ان الراجل ده بدا يعمل بنج على 192، الترافيك هيخرج من انترفيس 0 على 3. فانت تاخد بالك ان لو عندي في الراوتنج تيبل تو ماتشز، هبدا اقارن ما بين مين ومين؟ ما بين جزئيه اللونجست ماتش. اوكي، فدي نقطه ايه مهمه، بغض النظر انا شغال ستاتيك او دايناميك، انا مش محتاج ان انا اشرح ستاتيك راوتنج بروتوكول هنا ولا دايناميك، كفايه انك تكون عارف كونسبت الراوتنج بس. طيب ده بالنسبه لجزء ايه اللاير 3 راوتنج. طب بالنسبه لعمليه اللاير 2 فوروردنج، احنا عارفين ان هي اسرع ازاي؟ يعني دايما الناس عارفه ان عمليه السويتشنج اسرع من عمليه الراوتنج، ليه يعني؟ ليه دايما ليه المعلومه ديت؟ احنا هل في تفسير علمي ليها؟ اه طبعا. ليه عمليه السويتشنج اسرع؟ لان السويتشنج بيشتغل على حاجه اسمها اسكس، اللي هو الابلكيشن سبيسيفيك انتجريتد سيركتس. خلاص، ان هو عنده بافرنج لكل بورت عنده بيبعت عليه، وبيبدا ايه فورورد الداتا بتاعته بناء على هاردوير دايما. خلاص، انما جزء الراوتنج انا بكلمك ملخص يعني، انما جزء الراوتر بروسيسور بيبدا ياخد الاكشنز دي كلها على فالبروسيسور ده بتاع الراوتر اللي هو اللير 3 انجن، بياخد اي بي بيهندل معلومات كتيره جدا، وهو مسؤول عن يعني مسؤول عن مليون الف حاجه، مسؤول انه يقوم الراوتر نفسه ويقوم المذر بورد والشيبسيتس والباسز والانترفيسز والراوتنج بروتوكولز وكل حاجه، وحتى ايفن كمان الفوروردنج. فبالتالي هو الراجل ده يعني شايل حاجات كتير جدا، فبالتالي هيبقى بطيء. انما في جزء السويتشنج في شيبسيتس موجوده على المذر بورد من جوه غير البروسيسور اللي بيفورورد، فبالتالي الفوروردنج اسرع بكتير في جزء السويتشنج. وبالتالي احنا كمان في السويتشنج احنا بنفورورد بسورس ماك وديستنيشن ماك، مش بينفولف حتى مع جزء اللير 3 هيدر اللي هو سورس اي بي وديستنيشن اي بي. طيب ففي الحاله دي احنا دايما بنفضل، يعني بلاش نقول بنفضل، الفوروردنج بناء على لير 2 اسرع من ايه؟ من لير 3. تمام. طيب خلينا نشوف بقى التطور بتاع القصه دي. احنا لما نيجي نتكلم في النتورك بتاعتنا، على فكره هبدا يعني هبدا اتكلم دلوقتي عن جزء المالتي لاير سويتشنج شويه. لو جينا احنا لو نفتكر النتورك ديزاين بتاعنا كان اللي هو بيسمى بالهيراركال موديل، اللي هو النتورك بتاعتي اللي فيها اكسس لاير ديستريبيوشن لاير كور لاير، كنا دايما بنحط حاجه اسمها مالتي لاير سويتش. يعني ليه بنحط اللي هو المالتي لاير سويتش في الديستريبيوشن لاير ونكتب ام ال اس كده؟ المالتي لاير سويتش ده يا جماعه هو ديفايس بيجمع ما بين حاجتين. طبعا مش هشرح النهارده مالتي لاير سويتش، المفروض تكون عارفه سي سي ام بي، لكن خلينا نعمل الريفيو السريع ده. المالتي لاير سويتش هو ديفايس، هو يعني اعتبر يونت كده كبيره من جوه مقسومه جزئين، ماشي؟ جواها روت او راوتر بروسيسور ار بي وسويتش انجن، خلاص؟ اللي هو جزء ايه؟ الجزء اللي دايما موجود في الراوتر، وعنده كمان اللي هي الاسكس بمعنى اصح، يعني تقدر تقول ان هو بدل ما كان الراوتر بيعمل حاجه والسويتش بيعمل حاجه، لان ده هاردوير وده هاردوير تاني، اعتبر ان احنا جبنا البوردتين دول حطيناهم في ايه؟ في ماذر بورد واحده، خلاص؟ والله الترافيك لو جاي لاير 2 وخارج لاير 2 واحنا عارفين سورس ماك وديستنيشن ماك ادرس، مين اللي هينفولف في قصه زي دي؟ السويتش انجن. طب لو احنا جايين من سورس اي بي ورايحين ديفرنت اي بي، مين اللي هينفولف معانا؟ الراوتر بروسيسور. خلاص، ده مش الطفره اللي هي تنقلنا نقله كبيره يعني، انما احنا وفرنا كتير. بدل ما احنا عندنا 2 يونتس، وزي ما احنا كنا عارفين بالذات مع الفي لانز كان الراوتنج بتوين في لانز لازم يتم قريب، مش لازم اليوزر يبدا. يعني لو كنا في الاكسس لاير، لو تفتكر ان كان عندي اكسس لاير سويتش، اكسس لاير سويتش يعني اعتبر دي سويتشات مجازا، يعني دي سويتشات.
بالهيراركال موديل كانوا بيطلعوا يتعمل لهم اجريجيت على مين؟ على السويتش ده، تمام؟ ففي الحاله دي الناس دي فيلان 10، فيلان 20، فيلان 30، فيلان 40. فاوكي هو طالما ان 10 هتكلم 10 يبقى السويتش انجن اللي هينفولف معايا، بافتراض ان ده سويتش. كنت محتاج اكيد لو احنا ما كانش عندنا اختراع المالتي لاير سويتش ان انا كنت هضطر اجيب راوتر تاني فوق السويتش دون، يبقى الرسم المفروض ده هينفصلوا عن بعض، هيبقى سويتش فوق ايه؟ ايه؟ راوتر، وابدا اعمل راوتنج بتوين فيلان على سويتش فيرجوال انترفيس هنا اللي هو مجازا في الرسمه بتاعتي اللي هو الكور لاير هنا. يبقى بالتالي عشان اعمل راوتنج بتوين فيلان كنت محتاج ان انا اعمل ايه؟ اليوزر، عشان اليوزر اللي هنا يكلم اليوزر اللي هنا هيعدي الترافيك يدخل الكور ويرجع تاني من الكور ينزل يوصل للاكسس لاير، which ان كان هيكونسيوم باندويث كتيره جدا، هياخد باث يعني مش اوبتيمم بالنسبه له، هياخد ناس كتير ترانزيت، يعني اللاير بتاعت الديستريبيوشن دي هتبقى ترانزيت كلها في النص للترافيك اللي رايح واللي جاي. فقال لك لا خلاص احنا خلينا نعمل ايه؟ خلينا نعمل مالتي لاير سويتشنج، ان احنا نجيب يونت واحده ممكن نشغلها سويتشنج بالنسبه للناس اللي مع بعض في نفس الفيلان وتعمل ترانكينج وكل حاجه، وفيها برضه روت بروسيسور ينفع تشتغل از راوتر في ان كيس، يعني ان كيس ان احنا احتاجنا راوتر بروسيسور. يبقى بالتالي وفرنا جامد جدا، وفرنا ان اللايرز اللي فوق دي كلها مش هننتقل ليها ولا هنستخدمها از ترانزيت باث. بس ستيل الفوروردنج ميثودز بتاعتي ما اتغيرتش، يبقى دي فكره ايه؟ بيزك ايديا عن المالتي لاير سويتشنج. هل ده بس كده ان احنا دمجناهم في يونت واحد عشان نوفر الكلام ده؟ لا، دمجناهم في يونت واحد عشان نحسن من اداء الفوروردنج، ان احنا نبدا نعمل ايه؟ طرق فوروردنج مختلفه. مش بقول لك راوتنج، لاحظ انا بقول لك احنا كان اسم السيشن بتاعنا ايه؟ ارجع ورا كده، اي بي راوتنج فوروردنج، ان احنا خلاص انا بتكلم عن راوتنج اوريدي. يعني ايه كلمه راوتنج؟ يعني الروت موجود في الراوتنج تيبل. اوكي، يعني الراوتر هنا موجود عنده في الراوتنج تيبل الروت، ان احنا هنفورورد الداتا ازاي؟ دي بقى دي اللي احنا هنتكلم، اللي هو ده التحسين بتاع المالتي لاير سويتش. يعني هو الراوت المالتي لاير سويتش ده هيشتغل از راوتر خلاص، ويشتغل مع الراوتر اللي فوق ده ويعمل راوتنج بروتوكول ويشتغل اي اج ار بي والدنيا بيس ومفيش اي مشكله خالص بالنسبه لي. انما الفكره نفسها ان احنا هنفورورد الداتا ازاي بما ان الاثنين دول تم دمجهم مع بعض. قال لك تعالى نتفرج على عمليه تحسين الاداء دي، ان احنا عمليه الفوروردنج بتاعتنا ثلاث حاجات: بروسيسور سويتشنج او بروسيس سويتشنج، هنجيبهم مع بعض واحده واحده، بروسيس سويتشنج، فاست سويتشنج، سيسكو اكسبريس اي فوروردنج. ما تنساش ايه الثلاثه دول. ايه هو البروسيس سويتشنج اللي احنا عارفينه؟ ايه يعني ايه بمعنى ايه اللي احنا عارفينه؟ اللي احنا عارفينه يعني لما باكت تيجي من بوينت A تو بوينت B، خلاص كل باكيت هتخرج من هنا راحه لحد هنا النتورك 192، ده اللي هو لكم ده كان رينج 10 اهو، وده 192. كل باكيت هيتعمل لها انسبكت فين؟ في الراوتر بروسيسور، والراوتر بروسيسور هو اللي هيبدا يعمل ايه؟ يهندل الكلام ده كله. خلاص، ولو البي سي ده بيكلم بي سي هنا وكان بالصدف ان هو معاه في نفس الفيلان وليكن ان فيلان 10 برضه، يبقى اللي هينفولف في الكلام ده السويتش انجن. طب ايه الاختراع بقى اللي انت حضرتك عملته؟ اللي هو ايه؟ تاني نوع من انواع الفوروردنج، وهو مين؟ فاست سويتشنج. يعني ايه فاست سويتشنج بقى؟ فاست سويتشنج ده قال لك احنا خلينا نوفر على البروسيسور وما نهلكوش. يعني ايه نوفر على البروسيسور وما نهلكوش؟ اللي هو الروت بروسيسور احنا عارفين ان هو بطيء، يعني مش عايزين نزقاني، عايزين نسرع الاداء وكمان نخفف الحمل عن الراجل ده، بحيث ان احنا نعمل ايه؟ قال لك حاجه كويسه قوي، ان 10 راجل رينج سورس اي بي 10 ده لما يعوز يكلم 192 اول مره خالص الترافيك هيوصل للجيت واي على الراوتر بروسيسور هنا، بما انهم في سنجل يونت واحده، ركز معايا. ايه اللي هيحصل؟ الراوتر بروسيسور هيعمل نفس الخطوات اللي شفناها المره اللي فاتت، ان هو هيبدا يبص في الراوتنج تيبل بتاعه، يبدا يشوف الديستنيشن اللي هي 192، يبص على الاوت جوينج انترفيس بتاعها، الاوت جوينج انترفيس، وبعد كده الفيا نكست هوب بتاعتها اي بي، ويبدا يبعت ار بريكوست، والار بريكوست يرجع محمل بالماك ادرس بتاعت النكست هوب يسجلها في الار بي تيبل. اوكي، هل في مشكله في الكلام ده؟ الدنيا سهله، يعني هو هيعمل كل الكلام ده مع كل باكت؟ لا، في الفاست سويتشنج بقى غير البروسيس سويتشنج، اول باكت هيتم معاها الكلام ده، ماشي؟ طب بعد كده بقى قال لك هنكاش المعلومه دي. يعني ايه نكاش المعلومه دي؟ مش احنا دلوقتي اصبح معانا ان السورس ماك بتاع البي سي ده خلاص راح اتكلم هنا، ماشي؟ وعارفين ان دايما لما 10.001 دي المعلومه دي لما يكلم 192.168.1 ايه الخطوات اللي كل مره بتحصل؟ بنعمل ريرايت للباكت، بنعمل السورس ماك يكون ده، بنستخدم ديستنيشن ماك ادرس موجود هنا، وبنخرج الباكت من فاست ايثرنت 0 على 1، صح؟ المعلومات اللي انا قلتها دي كلها مش يكفي ان السويتش انجن يعملها؟
لو تلاحظ انا ما جبت السيريت ايبات، انا بقول لك ماكات سورس ماك وديستنيشن ماك. هو اوكي احنا حطينا الكاش بمعلومات الاي بي، يعني الاي بي دون لما يتكلم الاي بي دايما كنا بنستخدم ماكات كذا، فايه المشكله احنا نسجل الكلام ده في الكاش عندنا، وبالتالي الاي بي ده لما يجي يكلم الاي بي ده احنا عرفنا خلاص الماكات اللي بيستخدموها، ايه المشكله احنا نفورورد الكلام ده بالماكات، فبالتالي اللي ايفولف في الكلام ده هو مين؟ السويتش انجن. تمام. بس عيوب المشكله دي حاجتين، ثلاث حاجات يعني تقدر تقول لي، بس الاول ده مش مشكله كبيره، ان كده كده اول باكت اللي محتاج ان نتعمل لها ايه القصه دي، وان هو بير سورس وديستنيشن مش بير نتورك وبرفكس، يعني كل سورس اي بي وديستنيشن اي بي هنكاش المعلومه دي. المشكله الثانيه ان الكلام ده بيحتاج يتعمل له ايجنج او تايم اوت، يعني الكلام ده لو قعدنا فتره الكاش ده بيموت، المعلومه اللي في الكاش دي لو الناس دي ما بعتتش لمده فتره الكاش ده ايه هيموت، فبالتالي هنضطر ان احنا اول باكت ايه يعاد عملها تاني على الروت بروسيسور. النقطة الثالثة أو اللي نقدر نقول عليها الرابعة وات ايفر إن كان رقمها يعني مش تفرق، إن هو ما نقدرش نعمل لود بالانس بير باكيت، إنما نعمل لود بالانس بير ديستنيشن، إن في ديستنيشن وليكن عندي تو باث مثلا كده، إن للديستنيشن ده نخرج من البورت ده والديستنيشن ده نخرج من البورت ده مش بير باكيت. تمام. فدي عيوب مين؟ الفاست سويتشنج، وإنما كانت أحدثت نقلة كويسة بنسميها برضو الإيه الكاش راوتينج يعني. قال لك لا بعد كده تعالى نحسن الاداء اكتر من كده، مع انه خلاص احنا كده ظبطناه وبقى سريع وكل حاجه، لا بقى في افضل من كده، وهو جزء ايه السف اللي هو سيسكو اكسبريس فوروردنج. سيسكو اكسبريس فوروردنج، سيسكو اكسبريس فوروردنج ديت دي اصبحت بتعمل ايه بالمختصر المفيد كده، قال لك لا ده احنا هنوفر كمان ايه الباكيت الاولانيه اللي انت بتتكلم عنها دي. تمام. معنى اصح احنا عملنا السيف ده عشان يحل لي مشاكل مين؟ يحل مشاكل الفاست سويتش، سوري الفاست سويتشنج. اه بالظبط. عشان يحلها ازاي بقى؟ مش احنا قلنا عمليه الايجنج او التايم اوت للحاجات دي، جزئيه اللود بالانس، جزئيه الفيرست باكت. تمام. الثلاثه المهم الثلاث مشاكل دول السيسكو اكسبريس هيعملهم ايه وهيغيرهم ازاي؟ عن طريق ان كده كده عندي راوتنج تيبل، صح؟ مش انا عندي هنا في راوتنج تيبل اتبنى اللي احنا بندور فيه اساسا. قال لك ايه المشكله ان احنا نعمل كابي اول ما الراوتنج تيبل يتبنى لسه ما حدش بعد، نقوم عاملين ايه؟ حاطين نسخه هنا في السويتش انجن. تمام. ومن هنا جت الفكره ان احنا طالما يعني الراوتنج تيبل موجود في الراوتر بروسيسور ونفس ان ذا سنجل يونت، يعني في نفس البوكس في نفس الصندوق في نفس الديفايس نفسه سويتش انجن، هنعمل كابي للمعلومات اللي موجوده في الراوتنج تيبل تنزل فين؟ في السويتش انجن. الراوتنج تيبل كان اسمه اللي هو الار اي بي تيبل او الراوتنج انفورميشن بيز، هننسخها في السويتش انجن بحاجه اسمها اف اي بي تيبل، اف اي بي تيبل فوروردنج انفورميشن بيز جاست نيمينج، بس انما هو كابي منه بالظبط. ماشي. طيب ايه اللي كنا تاني بنحتاجه في لاير 3؟ ركز معايا كده، لما كانت الداتا بتيجي خلاص وعمل لوك اب في الراوتنج تيبل، فكان بيعمل لوك اب فين؟ في الراوتر بروسيسور. خلاص اللوك اب دلوقتي بقى هيتم في السويتش انجن، عمليه ماتشنج بس ليس الا يعني. طيب النقطه الثانيه كان الراجل ده بيبدا يعمل ارب ريكويست عشان يجيب الماك ادرس، صح؟ ويسجل الكلام ده في الارب تيبل، والمعلومه دي تبقى مسجله في الارب تيبل عشان نستخدمها لما نيجي نعمل ريرايت للباكت بتاعتنا او الفريم بمعنى اصح. طب هنعمل ايه؟ قال لك اوكي الارب تيبل ده واي نوت ان احنا نعمل له كابي ونحطه برده في السويتش انجن، بحيث ان المعلومات اللي موجوده في الارب تيبل تبقى موجوده في السويتش انجن. ماشي. والماتشنج يحصل ايه؟ ونعمل بوينتنج للاوت جوينج انترفيس بالسورس والديستنيشن ايه ما بين الاثنين، يعني نعمل لينك ما بين الاثنين دول كده، عمليه لينكينج بس. ماشي. عشان ايه؟ نقدر نماتش في الاف اي بي وما يسمى هنا بالادجيسنسي تيبل. يبقى الكابي بتاعت الارب تيبل هنسميها ادجيسنسي تيبل، هو كابي بالظبط منه. فبالتالي كده احنا حلينا اول مشكله ان احنا مش محتاجين حتى اول باكيت نعمل لها بروسيس سويتشنج او ان احنا نعملها على لاير 3 بروسيسور. ليه؟ لان انت دلوقتي اصبح السورس اي بي والديستنيشن اي بي موجودين فين؟ في السويتش انجن. فبالنسبه لي دي كده بالنسبه لاول باكت، جزئيه الارب برضو هتتم برضو فين؟ في اللاير 2. بالنسبه لعمليه الايدجنج والتايم اوت للمعلومه دي، هي مش هيحصل هنا ايدجنج ولا تايم اوت. ليه؟ لان حضرتك هنا الكلام ده هي كابي من الراوتنج تيبل، يعني معلومه مش مؤقته، لا ده معلومه دايمه. ولو حصل تشينجز في الراوتنج تيبل، زي مثلا الباث اتغير، المتريك اتغير، فبالتالي بقى في ابديت في الراوتنج تيبل وبقى بنختار مسار تاني عن المسار الاولاني، المعلومه اللي حصل لها ابديت في الراوتنج تيبل هتتعمل لها ريبليكا اوتوماتيك فين؟ في السويتش انجن باي ديفولت على طول. ونفس القصه اي تشينجز تحصل في
الار بي تيبل هتتعمل لها اوتوماتيك ريبليكيشن على ايه؟ على السويتش انجن. فبالتالي احنا كده حلينا المشكلتين الاولانيين. المشكله الثالثه وهي كان جزئيه اللود بالانسنج اللي هو كان بيتم بير ديستنيشن. دلوقتي نقدر نعمله بير باكيت لان اصبحت المعلومه موجوده عندنا فين؟ في اللاير 2. فممكن نبعت بقى باكيت من البورت نعمل لها ريرايت من هنا مره ونعمل لها ريرايت من البورت الثاني مره، هتبقى العمليه هتتم بير باكيت وليست بير ايه؟ بير ديستنيشن. تمام؟ فهنا الجزئيه دي لازم نكون فاهمين من الفوروردنج ميثودز بتاعتنا دي هي طفره في عمليه نقل الداتا. انا مش بتكلم على عمليه الراوتنج، ركز، الراوتنج ده لسه هنتكلم عنه ان شاء الله قدام، انما دلوقتي بنتكلم ازاي نفورورد بعد ما عمليه الراوتنج كانت موجوده، انما عمليه الراوتنج نفسها ازاي توجد الباث، يعني ازاي المعلومه نفسها تبقى موجوده في الراوتنج تيبل. لا احنا خلاص انا بفترض دلوقتي معاك ان المعلومه موجوده ثرو ستاتيك راوتنج او دايناميك راوتنج بروتوكول. اوكي طيب ننتقل من جزئيه الفوروردنج ميثودز بقى، يعني في شكل هنا يوضح الجزئيه دي. هذا الفاست سويتشنج شرحناه وده ايه؟ سيسكو اكسبريس فوروردنج. باي ديفولت في معظم الديفايسز الجديده بيبقى السيف اصلا انيبلد باي ديفولت. طبعا اقدر اعمل جلوبالي في الكونفجريشن ان انا اكتب ايه اي بي سيف على طول يبدا يعمل انيبل للسيف على الانترفيسز كلها. يعني لو انت لو عايز تقفل السيف على انترفيس معين مثلا هتبدا تقول له ايه؟ نو اي بي روت كاش. ده الكوماند اللي بيقدر يقفل ايه الجزئيه ديت على الانترفيس. طيب نقدر نقول بقى ده التلخيص بتاعها. البروسيس سويتشنج بيتم على روتنج تيبل بير باكيت. ده كل ايه المعلومات تقدر تقولها في شكل ايه بياني بس كده صغير يوضح القصه دي. طبعا ما تنساش ان انت على المالتي سويتش محتاج تنيبل كوماند في جلوبال كونفيجريشن اسمه اي بي روتنج. دي معلومه من سي سي ام بي عشان يبدا السويتش يبدا يعمل ايه؟ يبدا يعني يرن او يعني مش يرن، يبدا ياكتيفيت اللاير 3 بروسيسور. اوكي طيب لو انا عندي الديفولت بتاعتي في المالتي لاير سويتش الديفولت بورت بتاعتي هي لاير 2 مش لاير 3، فانا لو انا محتاج احول البورت بتاعي من لاير 2 عشان يشتغل لاير 3 على طول ياخد اي بي ادرس وابدا اعمل له ادفرتايز او اي شغل مع الدايناميك راوتنج بروتوكولز بتاعتي، يبقى انا محتاج اقول له نو سويتش بورت بس عشان يحوله من لاير 2 لتو لاير 3. طبعا الكلام ده كله موجود في كورس سي سي ام بي لكن ايه ريفيو سريع. طيب نرجع للاجنده بتاعتنا اللود شيرنج والبالانسنج بتاعنا. ازاي ابدا اوزع حمل بتاعي بناء على، مش بتكلم على الراوتنج تيبل بتاعي، ركز لان دي معلومه مهمه في الامتحان ومهمه في التطبيق العملي بتاعنا. لو انا عندي راوتر خلاص وفي مسارين كده اهو، اوكي الراوتر ده كده انا مسجل اذنته كميه 92 اهم خلاص، انا رينج 10 زي ما اتفقنا قاعد هنا اهو في الراوتنج تيبل هنا ماشي، بغض النظر بقى ده راوتر او يعني راوتر او مالتي سويتش مش بالنسبه لي مش ده كونسيرن دلوقتي. الديفايس ده شايف الراوتنج تيبل بتاعه جالي هنا ادفرتايز من اي جي بي وهنا ادفرتايز من اي جي بي ان الشبكه 192 متر بتاعها ب 10 مثلا، وبالتالي انا سجلتهم هنا ايكوال لود بالانسنج. تمام طيب لما 10 ده بالنسبه للراوتنج تيبل، اوكي لما 10 يجي يبنج على 192 ويبعت 100 باكت مثلا الترافيك هيخرج منين؟ هيخرج من 0 على 0 ولا 0 على 1؟ هتقولي انا هعمل شو اي بي روت هلاقي ان هو الاثنين في الراوتنج تيبل بتاعي، معناه ان هم هيخرجوا من الاثنين منين؟ باكت من هنا وباكت من هنا. لا انسى الكلام ده. اللود بالانس دلوقتي هيرجع للميكانيزم بتاعت الفوروردنج اصلا. شفت ليه انا بقول لك بقى فوروردنج دلوقتي؟ لان الفوروردنج ميثود اللي معمولها انيبل على الانترفيس هنا لو هي فاست سويتشنج ما عنديش بير باكت، عندي بير ايه؟ بير ديستنيشن. فدايما في هاش هيتعمل ما بين الاثنين دول، وبالتالي الهاش كان نتيجته ان هو يخرج منين؟ من الانترفيس ده. فكل الترافيك اللي من 10 ل 192 من النتورك دي للنتورك دي هيخرج منين؟ من الانترفيس ده. تمام؟ حتى لو الاثنين موجودين في الراوتنج تيبل. وطبعا افضل حاجه نتست بيها حاجه زي كده الديباج هيطلع لك كل المعلومات دي، ما تقلقش هنعمل لاب لكل صغيره وكبيره. انما لو انا السيف انيبلد على الراوتر هنا السيف بيقدر يعمل ديستريبيوت للباكتس بتاعتي بير باكت وبير ايه ديستنيشن صح. لو انا مأكتف اللود شيرنج ميثود بتاعتي بي على السيف بير ديستنيشن هيبقى نفس القصه كانه بالظبط ايه فاست سويتشنج في عمليه التوزيع بس مش في نفس البيهيفير في الفوروردنج مش الحمل والكلام ده. انما لو انا فعلت السيف واللود شيرنج ميثود بتاعته بير باكت لا ده هيخرج من هنا ويخرج من هنا، واقدر بقى احط برسنتج بتاعتي يخرج من هنا بنسبه كام لنسبه كام. اوكي ممكن احطها بناء على المترك على فكره، يعني انت تعرف ان احنا لو عاملين ان ايكوال لود بالانسنج في المترك في الاي اي جي بي مثلا زي مستخدمين كوماند الفاريانس
ممكن اقول بناء على المتريك وزع توزيع الحمل باكتس وليكن ل 70 ل 20% مثلا او 70 ل 30. اوكي طبعا اللود شيرنج او اللي هي اللود بالانسنج ميثودز بتاعتي مش بتريلاي على الراوتنج بروتوكول. الراوتنج بروتوكول بيقول او الراوتنج تيبل بيقول ان انا عندي تو باثز للديستنيشن دي، انما انا هعمل بروسيسنج وهطلع الديتا بتاعتي في على انهي اوتبوت انترفيس. خلاص دي تفرق عندي، فلازم نكون فاهمين حاجه زي كده بصوره واضحه جدا جدا جدا، لا تقبل ان انت تكون ايه مش فاكرها او ناسيها. طيب طبعا الكوماند اللي بيغير حاجه زي كده سوري اي بي لود شيرنج، يا اما اقول ده بالنسبه للصفر، يا اما بير باكيت، يا اما ايه بير ديستنيشن. الديفولت ان هو بير ديستنيشن، الديفولت بير ديستنيشن. طيب نرجع للجزئيه بتاعتنا بوليسي بيسد راوتنج. طبعا احنا عارفين ان احنا الراوتنج بتاعنا بيتم ازاي، ان الداتا بتاعتي الداتا بتدخل في الانبوت انترفيس، يبدا الراوتر يبص على الراوتنج تيبل ويبدا يفورورد بناء على الديسيجن اللي اخده فين في الراوتنج تيبل. طبعا احنا عارفين من كورس سي سي ان بي ان احنا وكان احنا نستخدم حاجه اسمها بوليسي بيسد راوتنج او بنسميها بالبي بي ار. فائدتها ايه دي؟ ان انا ممكن بانفلونس او بعمل راوتنج بناء على بوليسي انا بقول عليه بعيدا عن الراوتنج تيبل خالص دلوقتي. يبقى انا لو عملت بوليسي بيسد راوتنج انا كاني بهمل الراوتنج تيبل خالص، بقول له خد اللي انا هقول لك عليه ده واسمع كلامي وخرج الترافيك من كذا. على سبيل المثال لو انا عندي راوتر كده، راوتر كده شبكه 192 هنا اهي تمام، وهنا شبكه 10. خلاص الديفولت بتاعي ان انا الراجل بيبعت ديتا اهو كده، الراوتر ده بيبدا يبص في الراوتنج تيبل، يبص 192 من الانترفيس ده او من الانترفيس ده. مش ده الديفولت بتاعي طبعا، لا. انا اقول لك بقى البوليسي بيسد راوتنج بتعمل ايه. انا ارجع ورا بقى، ارجع ورا، الراوتر بياخد الاكشن منين؟ الراوتر كان بياخد الاكشن من الانبوت من هنا من ورا صح؟ انا لسه بقى ما دخلتش، انا لسه داخل في الانبوت اهو. مش الراوتر كان بيبص على خانه الديستنيشن وبعد كده يبدا يبص على الراوتنج تيبل عشان يعمل ماتشنج او اللي هو الراوتر لوك اب؟ طيب احنا هنعدل في العمليه دي ازاي؟ بحيث ان انا هحط كونديشن هنا على الراوتر ده بوليسي بمعنى صح من اسمها بوليسي بيست، بناء على بوليسي راوتنج، راوتنج بناء على ايه؟ بناء على بوليسي انا اللي قايل. ايه البوليسي بتقول ايه بقى؟ اف الكونديشن بتاعتي ماتشد، انا اللي احط الكونديشن بتاعتي كذا، يعني انا اقول اف كذا حصل خرج من كذا، يبقى انا هحط اف وريزلت، اف وايكوال، اف وايكوال. الناس البروجرامرز يبقوا عارفين حاجه زي كده، لما عاوز اعمل اي داله، داله اف مثلا هقول له اف احط انبوت او اي حاجه يعني فاريبلز، لو حصل ان هي اتماتشد يطبق كذا، مفيش ماتش يبقى انت ايه شغال على الديفولت عادي تمام. يبقى انا هاجي اقول له مثلا على سبيل المثال باي بي 10.0.0.1، الراجل اللي اي بي هو 10.0.0.1، لو راح يكلم 192.168.1.1 يبقى انا هماتش ايه الفاريبلز بتاعتي دلوقتي ايه اللي هتبقى تيجي بعد اف على طول، سورس اي بي وديستنيشن اي بي الاثنين، اي كان انا ماتش بسورس بس تفرق بالنسبه لي. اعمل ايه بقى؟ سيت النكست هوب ده، يعني الراوتنج تيبل قايل ان البيست باث هو ده، يعني انت لو عملت شو اي بي روت هنا هتلاقي 192 فيا 0 على 0، لا انا هقول له خرجها من 0 على 1. خلاص؟ طيب هو ده ايه؟ ده المفهوم بتاع بوليسي بيست راوتنج. هو هيهمل او هي يعني هي هيتجاهل جزء الراوتنج تيبل خالص ويطبق الكلام ده بناء على ايه؟ على بوليسي انا قايلها. يبقى انت لو عملت شو اي بي روت هنا وهتلاقي 192.168 من الانترفيس ده، في حين انك لو عملت تريس من الاي بي ده للاي بي ده تلاقي الاوت جوينج بيخرج من هنا، انما لو عملت تريس من دوت 2 او من 10.0.1 لدوت 2 هنا كده في الحاله ديت الماتش ما اتطبقش صح؟ لان قلت له اف 10.0.0.1 اللي جاي مين؟ 10.0.0.2، معنى ان البوليسي بتاعتي ما اتطبقتش هيلجا للراوتنج تيبل عادي. اوكي طبعا يعني ده الكلام ده بيحصل لو انا ايه عامل سيت اي بي نيكست هوب وذاوت كلمه ديفولت، ان انا ممكن اغير الكلام ده، اغير البيهيفير اقول له ايه خليك على الديفولت الاول تمام. في مشكله يا جماعه؟ يبقى جزئيه البوليسي بيسد راوتنج طبعا مش انا مش بخوض فيها بالتفصيل قوي، لان الكلام ده احنا طبقناه في سي سي ام بي بالتفصيل الممل. قلت لك قبل ما تذاكر اي معلومه في سي سي ام بي، وانس انك تشوف معلومه في الاجنده روح ارجع اعمل ايه بص عليها في سي سي ام بي قبل ما تتكلم عنها في سي سي اي. طيب فاينالي جزئيه حاجه اسمها الجي ار اي تانلز، جينيريك راوتنج انكابسوليشن او جينيريك راوتنج انكابسوليشن. ايه هي الجي ار اي تانلز؟ دي اختراع مهم جدا. الناس اللي بتعمل في بي ان كان انك تعمل جي ار اي تانل. يعني ايه؟ خلينا نقول على سبيل المثال انا عندي راوتر
سوري، تعال نعمل كلير بس للسكرين دي. راوتر، راوتر واحد، راوتر اتنين كده. عندي هنا نتورك 10، نتورك 192. خلاص على فكرة ده الانترنت، يعني اتنين دول طالعين انترنت. انا عندي هنا اي بي اربع وحدات 1.1.1.1 اوكي، وعندي هنا 2.2.2.2.2. خلاص لو انا وقفت في الراوتر ده عملت شو اي بي روت، هلاقي ان انا عندي 10 كونكتد وايه واحد دايركتلي كونكتد برضه. ونفس القصه على راوتر 2، هلاقي هنا كونكتد ده ايه كونكتد. لكن هل راوتر واحد شايف 192؟ لا. هتقولي بس الطبيعي ان انا هقوم جاي على راوتر واحد قايل له ايه اي بي روت 192 الشبكه البعيده، اخرج من هنا. خلاص تعرف اصلا ان انت عشان تخرج عملت اوت جوينج من الانترفيس عشان تروح ل 192 انت مش هتوصل اصلا. ليه؟ انت كده كده هتخرج من هنا اوكي، والراوتر هيخرج الباكت عادي مفيش مشكله، هتوصل لاول راوتر في الاي اس بي هيلاقي خانه الديستنيشن 192 صح؟ هيعمل لها ديسكارد اوتوماتيك. ليه؟ لانها برايفت اي بي ماشي؟ ففي الحاله دي مش هينفع بالنسبه لي. فقال لك الحل ان احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ بص كده نك عشان ما نقعش في المشكله دي، هنقوم تانل من هنا لهنا، تانل خلاص كده اهو. التانل دي هتقوم ازاي؟ يعني ازاي يعني؟ هو طبعا بص هي حاجه لوجيكال وليست فيزيكال. التانل هتقوم بالريل اي بي، مش اربعه. ولو انت وقفت على الراوتر ده وعملت بينج على اربع اتنينات هتبنج، لانه ريل اي بي هو راوتد اصلا. الراوتر في الاي اس بي هنا في النص ده بيعمل لك راوتنج عادي مفيش مشكله. يبقى انا هقوم تانل من هنا، هعمل انترفيس تانل هنا وانترفيس تانل هنا من غير اي مشكله خالص. ده لوجيكال انترفيس زي اللوب باك، وهنشوف الكلام ده عملي. هيستخدم فيها ان الاي بي ادرس اربع وحايد واربع اتنينات تمام، يعني التانل سورس هيبقى اربع وحايد والتانل ديستنيشن هيبقى اربع اتنينات بحيث انهم ايه راوتد مفيش مشكله. وهناك هنعمل تانل سورس اربع اتنينات وتانل ديستنيشن اربع وحايد كده. التانل تقوم يعني هم هيقوموا بين بعضهم نيجيشيشن يقوموا التانل، لان ترافيك التانل ده اصلا هيبقى راوتد ثرو الانترنت. وانس ان التانل دي قامت خلاص، اصبح اللي بيمشي جوه التانل ده مش متشاف، اصبح مش ايه مش متشاف ماشي، او بمعنى اصح متشاف على انه اربع وحايد مش متشاف على انه ايه رايح لواحد تسعه اتنين. ولما اجي اعمل راوتنج هنا بقى اقول له اي بي روت الاستاتيك روت بتاعي عشان تروح ل 192، مش هعمله الاوت جوينج انترفيس سيريال 0 على 0، لا انا هعمله الاوت جوينج انترفيس ايه تانل واحد، اللي هو الانترفيس التانل اللي كنت كريتها هنا. خلاص يبقى الراجل ده ساعتها ايه اللي هيحصل؟ 10 يجي بينج على 192، اوصل للراوتر، الراوتر بتاعي يبدا يعمل ايه؟ يلاقي ان واحد 192 ديت بخرج لها عن طريق التانل. طب التانل دي اصلا التانل سورس بتاعها ايه؟ 4 وحايد. يبقى هو يقوم يخرج الترافيك للسورس اي بتاعه 10 والديستنيشن بتاعه 192، ده اللي كان مكتوب على الهيدر. يعمل انكابسوليت للهيدر دون للسورس لهيدر جديد تاني خالص باين من فوق. يعني بص كان الهيدر ده كده اهو اللي عليه سورس 10 1 9 2، هيحطهم جوه باكت جديده مخبيها كده، السورس اي بي بتاعها 4 وحايد والديستنيشن اي بي بتاعها 4 اتنينات، بحيث انها تتراوت اول ما توصل هناك للتانل دي. التانل ده يعمل دي كابسوليت لايه؟ للهيدر الفوقاني ده، يحذفه ويطلع الهيدر الحقيقي. اه ده السورس 10 والديستنيشن 192، يوصل الباكت. يبقى احنا كده قدرنا نعمل ايه؟ في بي ان، او تقدروا عليه في بي ان تانل او جي ار اي تانل، or over the over internet or over non not routed inter او ايه network not routed بالنسبه لي، او انا ما عليش ليها كنترول. وهم مش بيراوتوا الداتا بتاعتي كلها، يعني هم مش الترانزيت نتوركس دي كلها مش بتراوت ال 10 ولا بتراوت ال 192، بالنسبه لها هي برايفت اي بيز او unknown networks، فبالتالي هم ما عندهمش راوتنج ليها. خلاص يعني بلاش ده يكون انترنت، خلي دوت لو تيجي تعملها في اللاب اعمل الترانزيت راوترز ديت ما تعرفش حاجه عن 192 ولا ايه ولا 10، انما تعرف واحد وتعرف اتنين وتقدر تقوم الدنيا والناس كلها تبنج على بعضها. وطبعا هنشوف الكلام ده ايه بلعب عملي يوضح حاجه زي كده. طيب يبقى دلوقتي اتكلمنا عن جزئيه المالتي لير سويتشنج، اتكلمنا عن جزئيه يعني المالتي لير سويتشنج وفائدته ايه. مش فائدته بس ان هو فصل الاتنين عن بعض، لا سوري، ان هو جمع الاتنين مع بعض بدل ما كانوا مفصلين عن بعض، وانما دلوقتي هو بدا يحسن من الفوروردنج ميثودز بما انهم الاتنين بقوا في بوكس واحد، فبالتالي نستفيد من الفوروردنج ميثودز. قدرنا نعمل لود شيرنج ونعمل اوفر كامينج على
الايشوز او الليميتيشنز اللي كانت معانا اللي هي لود شيرنج بناء على الديستنيشن بس قدرنا نعملها بير باكيت. قدرنا ان احنا نتكلم على بوليسي بيزد راوتنج. طبعا هو يعني ده تقريبا تقدر تقول هو اندبندنت توبيك، يعني هو مش ريليتد باللي فوق انما كفرد في نفس الشابتر، يعني بحيث ان احنا نبقى ماشيين بنفس ترتيب الكتاب والناس اللي بتتابع من الكتاب تبقى عارفه احنا ماشيين ازاي. اتكلمنا عن الجي ار اي تونل وفائدتها ايه، ان احنا نبدا نعمل راوتنج لبرايفت نتوركس اوفر ريل اي بي نتوركس او نتورك انا معليش عليها كنترول في النص وهي ما لا تحتوي على الباث بتاعتي ولا يعني هي توتالي نوت اوير ب الشغل بتاعي ولا النتوركس بتاعتي. طبعا الكلام ده انسكيور، يعني جي ار اي تونل مش انكريبتد. طبعا اقدر اعمل يعني اعملها انتجريت مع الاي بي سيك ان انا ابدا انكريبت المحتوى بتاعها بحيث ان كل اللي يبقى موجود جوه التانل ديت ايه سيكيور، بحيث ان لو في حد في النص بيكابشر الترافيك ده، لان هو كده كده الترافيك بيعدي على ترانزيت باث، فبالتالي خايف ان حد يلقط الترافيك بتاعي او يبدا يقرا اللي فيه، فبحمي نفسي ثرو ايه ان انا اعمل بروتكشن او بمعنى اصح يعني انكريبتنج على الداتا بتاعتي. طيب لحد دلوقتي احنا فهمنا شابتر الشابترز، بلاش نقول شابتر وشابتر لان الدنيا ميكسد شويه، احنا شغالين بارتس، بنتكلم في بارت 1 اللي هو جزء الاي بي راوتنج واتكلمنا في البازكس والفوردنج. من الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا نطبق اللابس بتاعه الكلام اللي احنا قلناه دون، خاصه جزء الستاتيك روتنج والديفولت روت وبعض الحاجات اللي علاقه بالجي ار اي تونلز وشويه فيتشرز كده مفيده جدا في الراوتنج اللي هتفيدنا واحنا شغالين قدام. كل اللي هنتكلم عنه هو فوروردنج ميثودز في اغلب الاحوال، بنعمل كنترولنج على الفوروردنج يتم ازاي. على قد ما انت هتكون سمارت في الجزء اللي هنطبقه دون وقادر تطبقه كويس وعملته مره واثنين وثلاثه وفهمته، هتلاقي نفسك بدات تتحرك بسهوله في كورس زي دون وفي حالة الفتره اللي جايه كلها في اللابات الجايه والمعلومات الجايه، هتبقى اسست نفسك صح وفاهم كل معلومه بتتعمل ازاي، كل ديباج وكل معلومه بتخرج ايه سببها ايه المشكله بتاعتها. هنركز مع كل صغيره مع كل كبيره، على عكس ما كنا في سي سي ام بي بنحاول ناخد الجنرال ايديا، في حاجات نقول اه يا جماعه دي مش علينا في سي سي اي اي مثلا او في مستوى اعلى من كده، او لما تبقى عارف تكنولوجيا كذا. لا انت دلوقتي لازم انت هتبقى عارف كل حاجه، مش حاجه اسمها مش عارفها، ماليش دعوه هي موجوده في الكتاب او مش موجوده في الكتاب، لازم تكون عارفها سواء كانت في اي ريسورسز زي ما اتفقنا في اول فيديو وتاني فيديو. طيب لحد هنا اتمنى ان يكون الفيديو افادكم كويس، يكون ضاف جديد حتى لو كان كلام مكرر، يكون ضاف لك ولو معلومه صغيره حسيت ان كان في فرق عن مفات يعني عن معلوماتك في سي سي ام بي. لان لو تفتكر في اول فيديو او تاني فيديو دايما هفكرك طول الكورس ايه الهدف من الكورس بتاعنا، مش ان احنا ناخد امتحان او شهاده معينه او كذا، لا احنا بنتكلم على نوليدج. يعني ايه نوليدج؟ نتعلم حاجه. قارن دايما ما بين مستوى سي سي ام بي، لو اتعلمت في الفيديو الواحد واحد بس معلومه واحده اضافه يبقى احنا دلوقتي بنحقق نجاح كويس جدا. تمام، اتمنى اشوف التفاعلات بتاعتكم، اتمنى اشوف مشاركات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.